من جدة ينضم إلينا سلطان سلمي، ومن عمان أو عمان تنضم إلينا سهى جميل، ومن طرابلس في لبنان رينا دويهي، ومن بغداد زينب المشاط. كل عام وإنتم بألف خير، وسعيد أنكم معنا في هذه الحلقة الختامية لمساء العربية لهذا الموسم. خلينا نبدأ معاك يا سلطان، وكيف الأجواء عندك في السعودية؟ أهلا يا ريم. طبعا أهالي جدة بشكل عام ومناطق السعودية هم في اللحظات الأخيرة استعدادا لقبيل صلاة العيد ودخول العيد وأجواء العيد والفرح. يعني في جدة تحديدا شرائح كثير مختلفة، في حب اللي يحب يعني يعيد على البحر، في ناس اللي تحب تزور أهاليها في مناطق مختلفة خارج جدة، وغيرهم يحرصوا على التواجد والإفطار الصباح في المطاعم اللي على البحر تحديدا، وأجواء مختلفة. يعني تقسم جدة، تقسم اليوم شرائح مختلفة كثير جدا، لكن العنوان الرئيسي هو الفرح والبهجة بشكل عام. يعني خلال اليومين الماضية شفنا كيف الأسواق في جدة، أسواق المركزية والأسواق الشعبية ومحال الحلويات وأزياء العيد، كانت ممتلئة بشكل كبير مع الأهالي. الآن دقت ساعات الصفر على قولتهم. نعم. والكل في بيت وفي الصوالين بيستعدون لاستقبال صباح العيد بشكل كبير جدا. احنا في مارينا اليخوت تحديدا وفي جدة بشكل عام في 13 موقع حتكون في ألعاب نارية على الكورنيش، حيكون في فرق للعروض الشعبية. نعم. والمحلية والفلكلور الشعبي بشكل عام. أيضا في مواقع تم تخصيصها بشكل عام حتكون فيها عروض وفيها برامج وفعاليات طوال 4 أيام العيد. أهالي جدة يعني حيكونوا مستعدين لاستقبال، ممكن نقول أكبر موسم بعيد عرفوا جدة على مر الوقت ومر الزمن. نعم. ليه؟ لأنه اليوم احنا جدة تعيش موسم استثنائي، لأنه شهدت منطقة مكة المكرمة أكبر استقبال عدد ممكن للزوار يتجاوز 57 مليون معتمر وزائر من خارج المملكة. لذلك سلطان، حيكون في استعدادات كبيرة الأمانة، مستعدة بشكل كبير أكيد للتعامل مع أشكال الفرح. أجواء جميلة جدا أكيد في جدة. وخلينا نروح على عمان في الأردن وسهى جميل، كيف الاستعدادات يا سهى؟ كل سنة وأنت طيبة. كل عام وأنت بخير ريم، والزملاء جميعا والعالم بألف خير. يعني الآن بدأ أذان المغرب، قد يكون هذا اليوم هو اليوم الأخير في رمضان. نحن اليوم 29 من رمضان، لم يعلن بعد إن كان يوم غد هو عيد، ولكن يعني دعيني أقول إن كان يوم غد عيد، العيد بطبيعة الحال عيد الفطر وعيد الأضحى يفرض بهجته ويفرض أمله على جميع يعني الصائمين أو المسلمين في جميع البلدان، ولكن في الأردن هناك يعني بعض المظاهر الملبوسة، هناك بهجة، الأطفال يعني ذهبوا إلى التسوق لشراء الملابس، الأهل للحلويات، يعني أداء فريضة العيد من زيارة الأرحام. ولكن ريم الفرحة منقوصة ربما للأوضاع المحيطة، ولكن بطبيعة الحال يعني هناك مظاهر لمسناها في التسوق، يعني ربما كما أيضا ارتفاع الأسعار نوعا ما يعني قلل من حركة المواطنين في الشوارع أو شراء الملابس أو ربما شراء الحلويات، ولكن هذا لا يعني أن هناك الكثير من المناطق الريفية وربما أيضا المناطق في المدن يعني هناك عادات وتقاليد يجب ممارستها في هذا العيد، عيد الفطر السعيد، ولكن الأجواء تبدو مختلفة ربما لطبيعة يعني الأردنيين وربما تأثرهم بالحالة المحيطة والأوضاع المحيطة، ولكن نعم. العيد يفرض نعم. دائما أملا ويفرض بالفعل. دائما بالفعل سهى، الفرحة أكيد في كل مكان على جميع البلدان. آمين يا رب. وننتقل إلى طرابلس في لبنان وزميلة رينا دويهي، سعد مساك يا رينا، ادينا التفاصيل. نعم مساء الخير ومساء العربية. يعني أود أن أقول في البداية إلا أن الحركة هدأت الآن لأن موعد اللايف تصادف مع موعد الإفطار، ولكن أؤكد لكم أن طرابلس اليوم مدينة لا تنام، وإذا كانت الملابس الجديدة والعيدية والحلويات هي يعني عادات مشتركة بين العديد من الدول العربية، إلا أن لهذه المدينة عادات تنفرد بها. فمع تثبيت رؤية الهلال يتوجه الطرابلسيون إلى معرض رشيد كرامي الدولي، حيث يقومون بإطلاق المناطيد الضوئية التي تزين سماء
المدينة. هذه العادة التي دأب عليها الطرابلسيون في السنوات الأخيرة، هم يطلقون هذه المناطيد في بداية الشهر الفضيل وفي ختامه أيضا. وهناك أود أن أشير حمام العيد، يعني الحمامات الشعبية التي عمرها أكثر طبعاً من 300 سنة أو 3 قرون، لا تزال تستقبل الناس في الأسواق الشعبية في طرابلس لحمام العيد. طبعا يستهلون عيد الفطر السعيد بزيارة المقابر، وهناك يوزع المعمول رحمة يعني هناك، ولابد من الإشارة إلى تبادل الزيارات بين العائلات والأقارب. أود أن أشير أيضا إلى أن القرى والبلدات اللبنانية تنتعش مع العيد، لأن كل العائلات التي اضطرت إلى النزوح إلى المدن لدواعي العمل تعود مع العيد وتجتمع حول مائدة أكيد العيد يجمع العائلة هو الذي وتكون يوزعها الأفراح تعم. نعم هذه الزحمة قد تعود إلى هنا بعد قليل ويعود معها الفرحة بالفعل. نعم. شكرا لكم جميعا، وأكيد إحنا هنكمل مع مراسلينا أكيد ندى حجازي وأيضا زينب المشاط من بغداد، ولكن بعد قليل. شكرا لكم.